روح على العراق نفس الشيء نفس الكلام. سرقوا الدولة أكثر من 800 مليار دولار، سرقوها. عم بيحاسبوا أستاذ عم بيهوي للتلاميذ بكرتونة لأنه ما عندهم شو اسمه بالمدارس الرسمية، عم بيحاسبوه ليش بيصور أنه هو عم بيهوي للطلاب اللي عم يعملوا امتحانات. ما حاسبوا اللي سرق الأموال اللي الدولة والوزارة رصدتها لأجل التهوئة في المدرسة. والحمد لله الكبتاجون صار عندهم كمان، مش بس عندنا صار عندهم معامل الكبتاجون. شو هذا؟ وكله يلا لطم على 40 يوم شهرين من أول محرم لآخر صفر إلى زيارة الأربعين وما بعد زيارة الأربعين. زين أبو عبد الله بيرضى هالشكل؟ يرضى بالظلم؟ يرضى بالسرقة؟ يرضى ببلد الخيرات ناس مش ملاقي تاكل مدارس طين؟ بيرضى بأنه ما في معامل ما في مصانع ما في ما في، وإذا بده يفتح له شيء مصنع بسكروا بخربوا لصالح الاستيراد. كل من يدعي أنه حسيني ويدافع بكلمة واحدة عن أي نائبة أو وزيرة أو زعيمة في لبنان أو العراق هو كاذب فاسد شريك معه أيا من كان يكبر، وسيحاسبه الله وسيكون الحسين عدوا يوم القيامة في أنه يستعمل اسمه وشعاراته وثورته لأجل أن يضحك على المستضعفين. سيحاسبه الله، عدوه الحسين عليه السلام.